مراسلنا جابر منصور من أديس أبابا ينضم إلينا. جابر، بالتوازي مع الجهود الأمريكية والإفريقية لحلحلة هذه الأزمة، هنالك أيضا دعوات طارئة من قبل الولايات المتحدة لإجلاء لربما أو لخروج المواطنين الأمريكيين من إثيوبيا فورا. ماذا في آخر المستجدات على المستوى السياسي والميداني كذلك؟ ميشيل، ما تم نشره للولايات المتحدة الأمريكية لمغادرة منسوبين إليها في إثيوبيا يأتي، تقول إثيوبيا في إطار المعلومات المضللة التي تقول أن إثيوبيا غير آمنة وأن أديس أبابا كمدينة وعاصمة ليست بآمنة، وهذا ما أشارت إليه سفارات دول أخرى من قبل. لكن على المستوى الميداني هناك بيانات من الجبهة الشعبية لتحرير التجراي تقول أنها لن تستهدف المدنيين ولا الموظفين العاملين في إقليم التجراي إذا ما وصلت إلى بعض المناطق الأخرى التي لم تكن فيها الآن، مشيرة إلى أنها لن تؤثر بشكل أو آخر على المدنيين وأن حياتهم ستكون في أمان. لكن من الجانب الآخر كذلك من المتوقع كذلك اليوم أن يصدر مكتب الاتصال الحكومي هنا في أديس أبابا، لديه مؤتمر صحفي ربما يعقد بعد قليل، العديد من التصريحات ربما المهمة، وقد يحدث في هذا الملف ربما خلال الأيام الماضية الكثير من المستجدات، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكون اليوم يناقش مع الرئيس الكيني القضايا المتعلقة بالمناخ، لكن بالطبع سيكون مناقشة لقضايا متعلقة بالصراع في أثيوبيا، خاصة وأن هذا الصراع أودى بحياة الكثيرين ونزح الكثيرين ولجأ الكثيرين، إضافة لذلك فإن الأمم المتحدة أشارت إلى أن الحكومة الأثيوبية اعتقلت أكثر ربما من 1000 شخص خلال الأيام الماضية في عدد من المدن باعتبارها لديهم علاقة بما يجري في إقليم التجراي أو الحرب الدائرة هناك للتأثير على المواطنين في أديس أبابا وفي بعض المدن الأخرى. إنسانيا الوضع ربما سيء للغاية كما تقول المنظمات الدولية، هناك فجوة تصل إلى 1.3 مليار دولار لحاجة المحتاجين من القضايا الإنسانية والمتعلقة، خاصة وأن الأمم المتحدة أيضا كانت قد أفرجت عن 40 مليون دولار لمساعدة النازحين وكذلك المتأثرين من الحرب، فضلا عن بعض المناطق في جنوب إثيوبيا المتأثرة من عدم وجود الشرب وكذلك من الجفاف. ولذلك يبدو الأمر عما قريب ستتضح الكثير من القضايا المتعلقة بإثيوبيا، خاصة في ظل وجود وزير الخارجية الأمريكي في كينيا وكذلك المؤتمر الصحفي لمكتب الاتصال في إثيوبيا هنا في أديس أبابا. مراسلنا جابر منصور من أديس أبابا، شكرا جزيلا.